اما دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لفاطمه عشان تعرفنا على حاله الطرق والمحاور في شوارع مصر. فاطمه اهلا بيكي مره تانية. يعني خلاص احنا دلوقتي الناس ابتدت تنزل اشغالها النهارده اخر الاسبوع، فطمنينا بقى على حاله الطرق والشوارع. هنطمن دلوقتي على حاله الطرق طبعا في شوارع والميادين المصريه، وخلينا نتعرف على حاله الطرق في الشوارع من طبعا زميلتنا ومراسلتنا لمياء حمدين. صباح الخير يا لمياء، وطمنينا على الحاله المروريه في الشوارع والميادين المصريه دلوقتي. صباح الخير عليك فاطمة، على زمايلنا في الاستوديو، على كل السادة مشاهدي صباح الخير يا مصر. الحقيقة الشوارع النهاردة أحسن بكتير من اليومين اللي فاتوا. الحقيقة في سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور المختلفة، ودي حاجة لطيفة جدا مع الحر ومع الصيام، يعني هدت علينا الدنيا. فلو المصور هيورينا شارع البطل في المهندسين، زي ما انتم شايفين في سيولة مرورية كبيرة قوي، مش بس في المهندسين ولا في شارع البطل، إنما في كافة الطرق والمحاور الموجودة في القاهرة وفي الجيزة، خصوصا في الشوارع الرئيسية اللي زي شارع الجيزة وشارع النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وكمان محور 15 مايو في سيولة مرورية. وانتظمت طبعا حركة سير السيارات في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة ومحور 26 يوليو و6 اكتوبر، كمان الطريق الدائري طبعا لانه طريق مهم جدا ناس كتير يعني بتقصده في سيولة مرورية، خصوصا القادم من الاقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وفي طريقه كمان للمتجه من المنيب، وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي. ودي كانت جولتنا المرورية الاولى، وهنتابع معاكم جولات مرورية اخرى نقول لكم كمان على الطرق اللي ممكن ما نستخدمهاش لو فيها ازدحام في شهر رمضان. إليكي فاطمة. شكرا لزميلة لمياء حمدين، وطبعا احنا هنتابع معاكي حرقة المرور على مدار حلقتنا. ودلوقتي نرجع مرة تانية لجمانة وحسام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا طبعا، ونشكر كمان زميلتنا لمياء حمدين.